لكل بنت نهاية العلاقة، وقفي ولا تستعجلي في عملية البلوك، لأن البلوك اللي بتعمليه مباشرة بعد انتهاء العلاقة معناته أني أنا بلقتك لأن علاقتي انتهت فيك. بس أنا همشي بشعوري وبجرحي وبمشاعري وبحبي وباهتمامي. أجلي البلوك شوية، خلي البلوك في الفصل الثاني من القصة لما يلف ويرجع وينبش ويبغى يشوف الشعور موجود ولا مش موجود. وقتها البلوك هيجاوبه وهيرد عليه. وقتها البلوك لما يتم هيؤكد له تأكيد حاسم وصارم ومؤكد إنك لم تعد شيء. يعني البلوك الأول ناتج عن زعل لأن العلاقة انتهت، بس البلوك الثاني ناتج عن قرار إن العلاقة انتهت، إنك لم تعد شيء، إني بطلت أستناك، وأول ما أنت جيت على عتب